ألف ألف مبروك يا حبيبتي. مبروك يا يوسف. خالد، أنت بتعملها يا ندى؟ زي ما أنت شايف بيكتب كتابي. مين الأستاذ؟ ده طليقي. معقولة؟ جالك قلب تعملي كده؟ جرايه يا أستاذ، أنت مش طلقتها خلاص. كان لازم أبص لقدام يا خالد، ولا كنت عايزني أستنى واحد شك فيا وبعني وطلقني؟ يا ندى أنا كنت غلطان، سامحيني، انا طلقت شهناز وعرفت كل حاجه. يا عم احنا مالنا؟ انت ما تدخلش بالي وبانا. يا ندى انا لسه بحبك، ما تسيبنيش. بتحبها؟ يا ندى بس، يا ندى، يا ندى مش هسامح نفسي. يا ندى، يا ندى ما تسيبنيش. اوعى يا ندى. مش مصدق اني جنبك حد غيري، مش انا، واني ماشي خلاص وسايبك بعد عشرك كم سنة. لكن الغلطة مش انت، وانت ذنبك ايمانة، اللي ضيعتك حبيبتي بس يعلم ربنا. مش مصدق اني جنبك حد غيري، مش انا، اني ماشي خلاص وسايبك بعد عشرك كم سنة. لكن الغلطة مش انت، وانت ذنبك ايمانة، اللي ضيعتك حبيبتي بس يعلم ربنا. جاي وكل شغل حضنك بعد ما تأكدت ان رمى علي. جاي بكل شغل حضني بعد ما تأكدت إنك ليكي حق وكنت ظالم، وإن عمري ما لاقي زي. جاي بحب الدنيا دي يا بلادك ليك إيديا، بس بعد إيه ما خلص حضني تتحرم علي، حضنك اتحرم عليّ.